إلى ملفنا الثالث الآن، ونعالج فيه الموضوع الإيراني، حيث قالت السلطات الحكومية في إيران إنها نفذت عملية إعدام ثانية مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد. وأعلنت السلطة القضائية أن المتهم الذي نفذ فيه الحكم هو مجيد رضا رهنود، وأنه أعدم علنا في ساعة مبكرة من فجر الخميس في مدينة مشهد. وقد أدانته محكمة بتهمة العداء لله بعد أن تبين أنه طعن حتى الموت فردين من قوات المقاومة شبه العسكرية المعروفة بالبسيج. وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن المتظاهرين يحكموا عليهم بالإعدام بعد محاكمات سورية ومن دون محاكمة عادلة. هذا وقال محمود أميري، مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، في تغريدة على تويتر إنه حكم على رهنورد بالإعدام بناء على اعترافات بالإكراه بعد عملية وصفها بغير العادلة ومحاكمة قال إنها سورية، مضيفا أنه يجب مواجهة هذه الجريمة بعواقب وخيمة على الجمهورية الإسلامية. وأكد أن آلاف المحتجين معتقلون وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام بالفعل، وهناك خطر جدي من الإعدام الجماعي للمتظاهرين. هذا ونفذت أول عملية إعدام على صلة بالاضطرابات يوم الخميس وأثارت إدانة دولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات أدانت هذا الصباح عملية الإعدام الثانية واعتبرتها محاولة لتخويف المحتجين، وتوعدت أوروبا بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني. في هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب، وجدان عبد الرحمن الباحث في الشؤون الإيرانية ينضم إلينا من لندن، وكذلك طالب العواد الكاتب والباحث في شؤون إيران والشرق الأوسط. أهلا بكما أستاذ وجدان. عندك نبدأ، كيف تقرأ مضي السلطات الإيرانية في تنفيذ هذه الإعدامات؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم طالب العواد ولمشاهديك الكرام. لا شك أن النظام الإيراني يحاول من خلال هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها، خاصة فيما يتعلق بإعدام رهنورد وفي الملأ العام وعدم حرمة الإنسان، لا شك أنها تريد حكومة إبراهيم رئيسي أو النظام برمته إرسال رسالتين، رسالة منها داخلية وهي تفيد بأنه في حال استمرت الاحتجاجات أو في حال تم الاعتداء كما يدعون على القوات الأمنية أو البسيج، سيلقي من يقوم بهكذا اعتداءات وفق النظام الإيراني سيلاقي هذا المصير، ويريد تخويف الشارع. من الجانب الغربي أيضا لا شك هنالك رسالة للدول الغربية بأنه القرارات التي فرضتموها أو موضوع مجلس حقوق الإنسان وإدانة إيران وتشكيل لجنة في هذا الموضوع يضرب عرض الحائط، وأيضا يقول لهم أن العقوبات التي فرضتها لن تردعنا أو تمنعنا من تنفيذ هكذا إعدامات في حق من يجدونهم معارضين للنظام الإيراني، ويريدون يقولون ما زلنا بأنه نظام متماسك قوي نتحدى الخارجي والداخل. أستاذ طالب، هل يمكن القول أن السلطات تعتبر ما تنفذه من عقوبات يتلائم وما ارتكبه المتهمون من جرائم حسب تقديرها؟ طبعا لك وللضيف الأخ وجدان ولمشاهدي قناتكم. أخي الفاضل، أي حكومات ديكتاتورية هذا ديدنها هو القتل أو الشروع بقتل المتظاهرين أو المحتجين أو أي تكميم الأفواه بهذا الشكل أو بذاك. لذلك في تقديري لا يحق للسلطات الإيرانية ولا أي سلطة بالكون أن تختال أو تقدم للمحاكمة على إنسان يشرع بطرح ما يريد. هو ليس مخالف للدستور الإيراني حسب ما دستورهم الإيراني. الدستور الإيراني كفل حرية التظاهرات وحرية، مع الأسف الشديد الحكومة الإيرانية أو كأي دكتاتورية بالعالم
تمارس هذه المسائل في تقديري من جانب أنه تريد تفرض القوة وتفرض أيديولوجيتها الفكرية، أنه ليست يعني هناك، لا تقر هذه الحكومات مع الأسف الشديد، لا تقر أنه هناك مناوئ فكري لأفكارها، وكأنه أفكارها منزلة من السماء لا يمكن المساس بها، ولذلك هذا الخلل الأيديولوجي لدى هذه القوى الدكتاتورية. هذا يعني هذه المحاكمات في تقديري غير شرعية وغير إنسانية وغير دينية. يعني المعتقد الديني يرفض هكذا، يعني يرفض هكذا، وأيضا المعتقد الإنساني والمعتقد القانوني والقانون الدولي، كل هذه مجتمعة ترفض الاختيال السياسي أو الإعدام السياسي بأنه الإنسان اتخذ موقف. وحتى ولنفرض جدلا، ويحتاج للمجال بشكل جدلي أفتح الموضوع، نفرض أنه قتل، يقدم إلى محاكمات أصولية جزائية وليس محاكمات مختصة بقضايا خاصة بمسألة التظاهرات. روحوا ابحثوا على الحكومة الإيرانية، تبحث لماذا التجأ هذا الشخص أو سين أو صاد من الشعب الإيراني إلى هذا الموقف. هذا الموقف جاء نتيجة لوضع مرير تمر بها إيران، وضع اقتصادي مرير، بطالة، يعني فارق طبقي بين القوى المهيمنة على السلطة والشعب الإيراني، أيضا انهيار اقتصادي كبير نتيجة التدخلات الإيرانية في أكثر من مرفق من مرافق المنطقة، وهي حسب تصريحاتهم. لذلك أنا أعتقد لا مشروعية لهذه القوانين التي سنت باختيال أو إعدام هؤلاء الفتية أو هؤلاء المطالبين بحقوقهم. حقوقهم مشروعة، هو لا يريد أنه يستلم السلطة، يريد بعض الحقوق، يبحث عن كرامة، يبحث عن مشروع وطني، يبحث عن حل اقتصادي، يبحث عن يعني مسائل جدا جدا بسيطة. هو ما فكر يعني القوى المتنفذة لم تفكر على الأسباب، عالجت النتائج، وأنا أعتقد ستكون وخيمة على هذه السلطات، لأنه مارسها قبل السافاك الإيراني ومارسها الشاه. طيب. وفشلت بشكل وبآخر. يعني خلي يتذكر يعني المتنفذين في إيران أنه ثورة 61 خلي يتذكروها بشكل جيد، أنه شلون قامت وقمعها الشاه بشكل يعني قسري، ولكن أين انتهى الشاه؟ أيضا هذه الحكومات بتقديري الشعوب قادرة على إنهاء دورها بهذا الشكل أو بذات. ولذلك أنا أعتقد هذه الإصدار هكذا أحكام لا تخدم الحكومة إذا تريد أن تحل المشكلة. المشكلة هي معروفة، أزمة اقتصادية. طيب، أزمة واضحة هذه أستاذ طالب. فضل. نعم، فضل. واضحة أستاذ وجان، من هذا المنطلق يتفضل فيه الأستاذ طالب أيضا، يعني هذا التعاطي من قبل الحكومة مع مسألة الإعدامات، مع المحتجين بالإعدام، هل فعلا يخفف من وطأة هذه الاحتجاجات أم ربما سيؤججها أكثر فأكثر؟ دون أن شك أنه سيؤجج الاحتجاجات، وخير دليل شاهدنا أنه في الكثير من الاغتيالات التي تمت، إن كانت تحت التعذيب في السجون الإيرانية أو بعد الإفراج عنهم والانتحار الذي حصل لبعض المفرج عنهم، شاهدنا أن هنالك تضامن كبير من قبل ليس فقط المنطقة والشارع والمدينة، وإنما هنالك مدن ومحافظات أخرى تعاطفت مع هؤلاء الضحايا وخرجوا إلى الشوارع. وخير مثال ليلة يوم أمس وما بعدها وقبلها بعد إعدام محسن شكاري، شاهدنا أنه كيف أبناء المنطقة وأيضا من كل مناطق العاصمة الإيرانية طهران أتوا لشارع ستارخان حيث قتل الشاب أو محسن شكاري. ورغم الاعتقالات التي قامت بها النظام الإيراني، شاهدنا ليلة البارحة أيضا حصلت هنالك تضامن ومسيرات في شارع ستارخان الذي لا يبعد عن مقر خامنئي 7 كيلومتر. لذلك
هذه هي الإعدامات وهذه الاعتقالات واستخدام الرصاص الحي واستخدام الجسم الغاز المسيل للدموع وأيضا حتى الرشاشات فيما حصل في كردستان وبلوشستان. هذا الأمر لا يردع الشارع بل يجعله أكثر صمودا وأكثر تحديا لهذا النظام، وهذا ما شاهدنا. وكما أشار ضيفك الكريم الأستاذ طالب عواد بأنه الشارع لديه مطالبات حقه، ومن حقه أن يتظاهر وفقا للدستور الإيراني، وأيضا حتى الأعدامات التي قام بها النظام فيما يتعلق برهنورد أيضا هي خارج القانون، وهنالك مراجع، ليس كما أشار ضيفك الأستاذ طالب بأنه خلافا للقوانين الدولية والإنسانية والتشريع، وإنما من داخل السلطة هنالك مراجع اعتبروا هذا الإعدام مخالف للشرع والقانون وأدان النظام الإيراني بهذه الأحكام. لذلك أعتقد احتجاجات ستستمر وتبقى مشتعلة لحين إسقاط هذا النظام ولو اتأخذ بعض الوقت. أستاذ طالب باختصار، يعني إلى أي مدى فعلا من الممكن أن تستمر هذه الاحتجاجات في ظل مقاربة أمنية واضحة أنها صارمة جدا؟ سيدي الفاضل، اللي يعرف خلفية الشعب الإيراني يدرك أنه شعب عنيد، شعب يقدم التضحيات تلو التضحيات. وأنا قبل فترة قريت مذكرات يعني المرحوم عادل حبة عن كان مسجون في سجن إيفين، يفتخر الإيراني يعني بال79 عندما أتوا هؤلاء، يفتخر اليسار الإيراني أنه يذهب إلى مقصدة الإعدام وهو يبتسم. شعب عنده تاريخ، عنده تجارب نضالية كبيرة. يعني بال1906 أخي الفاضل قام يعني مجموعة علماء ويعني أعدموا من قبل آنذاك السلطات ولم يتوانوا بذلك. لذلك أعتقد هذا الشعب عنده إرث تاريخي كبير جدا، وهو الإرث تقديم التضحيات. لن يتنازل، هذه مسألة يجب أن يدركوها، هم الحكام يدركوها بشكل جيد. شعب عد مقومات الحياة، شعب عد إرث تاريخي عنده. لذلك في تقديري لن تقف هذه التظاهرات عند هذا الحد، وستقدم المزيد من الدماء إذا لم، والحل الأمني ثبت فشله على عبر التاريخ. هناك حكومات قامت بحلول الأمنية وانتهت إلى مزبلة التاريخ. الحل الأمني هو ليس حل صحيح. المفروض تلجأ إذا هي قوة تقول احنا نعبر عن الفكر الديني او الايديولوجيه الدينيه، يجب الرضوخ وبشكل كامل الى متطلبات الشعب. ويعني مو معيبه انت تتفاوض ويا الاجنبي ولا تفاوض شعبك، اي حكومه ذلك. يعني لذلك في تقديري من الاهميه بمكان انه هذا الشعب لن يتنازل عن حقوقه، وسيقدم المزيد من الضحايا والمزيد من الشهداء، ولكن في الأخير ستنتصر إرادة الشعوب، وهذا قانون الحياة. شكرا لك طالب العواد، الكاتب والباحث في شؤون إيران والشرق الأوسط، وكذلك ضيفنا الآخر وجدان عبد الرحمن، الباحث في الشؤون الإيرانية.